استحالة البنات تكون عندكم هاد الصباغة الطبيعية وهاد المكونات اللي فات الصباغة المتوفرين عندكم في كل منزل متوفر، وما توجديش بها وصفة طبيعية للشعر، صباغة طبيعية اللون الأشقر اللي كنحماق عليه أنا وتحماقوا عليه بزاف النساء كيبغيو من اللون البني تغيري الشعر أو اللوك ديالك إلى لون أشقر، وكذلك من لون أسود إلى لون أشقر. نتمنى إن شاء الله فيديو اليوم تنيل إعجاب ديالكم، جبت لكم وصفة خطيرة البنات للشعر بدون مواد كيماوية أو مواد خطيرة الشعر ديالكم. نتمنى فيديو اليوم تنيل الاعجاب ديالكم، وتابعوا معايا البنات المكونات اللي غنحتاجو في هذه الوصفه او هذه الصباغه الشعر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اخواتي الكريمات في قناه يوميات ايمان ام رجاج. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده مغايره على الوصفات اللي كنزل لكم، وصفه اللي هي طبيعيه وخطيره، وخطيره البنات وفعلا خطيره للشعر، رائعه ماشي خطيره ان عندها اضرار، لا بالعكس خطيره كتعطي واحد الناتج اللي هو غزال لون اشقر لمحبين اللون الاشقر، وكذلك نساء الشقراوات اللي كيبغيو الشعر واللي كيبدلوا اللوك ديالهم من اسود الى اشقر او من البني الى اشقر. المهم البنات ما نطولش عليكم، جيتكم وصفه جديده اللي هي طبيعيه بدون مواد كيماويه دائما. ولا تكونوا في هاد لا فيديو ما تنساوش لي لايك ديالكم وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء اللي تعم الفائده. ولا كنتي اول مره كتزور قناتي ضغط على الزر الاحمر اسفل لا فيديو وتفعيل الجرس يصل كل جديد. المهم البنات ما نطولش عليكم، المكون الاول اللي غنحتاجو غناخذ واحد الزلافه البنات هكا شويه غرقه باش يمكننا نخلطو في هاد المكونات. وغناخذو البنات هنا بيضه كما شفتو معايا، بيضه كامله يعني بيضه روميه عاديه، غادي نستعمل البنات هنايا كلها يعني بالبياض ديالها وبالاصفر ديالها. بالنسبه للنساء اللي ما كيبغوش ديك السفوريه ديال البيض الشعر ديالهم يستعملوا غير اصفر البيض، حيتاش البيض البيض هو اللي كيخلي لنا ديك السفوريه الشعر ديالنا. هنا البنات حاجه اخرى البنات، بالنسبه للنساء اللي عندهم البيض البلدي يستغناو على البيض الرومي ويستعملوا البيض البلدي، حيتاش هو غني اكثر من البيض الرومي، ولكن اللي ما كانش متوفر عندك راه حتى البيض الرومي حتى هو مزيان. المهم غادي نفقصوا هنا بيضه، غادي نديرها بيضه كامله، غنستعمل البكوي الاول اللي هو بيضه، غادي نطربو البنات هنا جيدا كما تشوفوا معايا. كما شفتوا معايا البنات هنا غادي نطرب هذا البيض، عندنا طربته البنات هكا مزيان. ضروري البنات انكم تطربوه، بالنسبه كما قلت لكم راه البيض عنده واحد البروتينات اللي هي غنيه البنات للشعر ديالكم، ودائما تنقولها ما تخافوش من البيض راه تيرطب الشعر وتيغني مغذي لفروه الراس. كما شفتوا راه كنطرب هذا البيض مزيان باش نضيف عليها الخل. هنا البنات المكون الثاني اللي هو الخل، غادي نستعمل البنات هنايا قطرات من الخل العادي. الا كان متوفر عندكم الخل التفاح البنات تقدروا تستعملوا خل التفاح تستغنوا على الخل العادي، ولا الا كان نتوما غير البنات ما عندكمش الخل يعني لا خل تفاح لا خل عادي تستعملوا البنات هكا عصير من الليمون او نصف هكا حامض عادي، تستعملوا قطرات من الحامض. هنا البنات غادي نضيف الخل قطرات من الخل. حاجه اخرى البنات غادي نقولها لكم، واحد النصيحه نتمنى كلشي يسمعها، النساء البنات اللي عندهم حساسيه او فروه الراس في الجلد ديالهم عندهم حساسيه من الخل ولا الحامض، تنقول لكم ما تستعملوش الا باش ماشي عندهم حساسيه وتستعملوا يعطيكم شي ضرر للشعر ديالكم وتقولوا بانكم استعملتوا هذه الصباغه وهي اللي اثرت لكم. لا، راه الخل اللي عندكم حساسيه منه ولا الحامض راه هو السبب اللي تخلي الضرر عندكم الشعر ديالكم. هذا بالنسبه للنساء اللي عندهم حساسيه. النساء علاش حنا غنستعملوا هذا الخل هذا الصباغه ديالنا؟ الخل تيساعدنا البنات انه ما تبقاش ديك السفوريه ديال البيض في الشعر ديالنا، وكذلك البنات تيخلينا تيثبت لنا ديك الصباغه الطبيعيه كما شفتوا راه طبيعي 100%، تثبت لنا ديك الزغبه ديالنا وتعطينا داك اللون اللي بغينا، يعني كيحاول داك الخل تيثبت لنا الصباغه ديالنا الشعر ديالنا. المهم البنات المكون اللي غنستعملو اللي هو ياغورت طبيعي او دانون ناتورال يعني عادي البنات هذا بدون سكر يعني دانون مسوس، غنستعملو البنات هنا جوج ملاعق كبار. هنا البنات هاد الزبادي هذا او دانون مسوس عنده بروتينات غنية البنات وجيدة للشعر ديالنا، حتى هو كيساعدنا البنات تثبت لينا هاد الصباغة، كذلك كنحصلو على واحد الخليط اللي هو كريمي، يعني كيساعدنا البنات نحصلو على واحد الخليط اللي هو كريمي هذا سميتو الخلطة ديالنا. هنا البنات غادي نضيف واحد جوج ملاعق كبار ديال دانون المسوس كما شفتو معايا، صافي البنات ونخلط جيدا. هنا حاجة أخرى بالنسبة
هاد الوصفة. النساء اللي عندهم الشعر أسود بزاف يعني كحل غامق، أنهم يستعملوها 3 مرات، ضروري يستعملوها 3 مرات في الأسبوع باش تعطيكم نتيجة فعالة 100%. أما النساء اللي عندهم لون بني يعني فاتح أو عسلي أو غامق، راه دغيا في الأول تجربة غتعطيكم نتيجة زوينة. المهم البنات كيما شفتوا غادي نطرب مزيان هاد المكونات اللي عندي حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون هكا كريمي، باش نضيفوا عليه المكون الرابع. هنا البنات غنبقاو نطربو مزيان هاد الخليط حتى يدوب لنا داك الدانون مع البيض اللي عندنا ومع الخل كيما كتشوفوا معايا. تنحاول ان نوضح لكم الصوره جيدا. هنا البنات كيما شفتوا راني طولت لكم لا فيديو باش تشوفوا المراحل كامله، انكم ضروري ما تطربو مزيان البنات هاد الوصفه هاد الخليط هذا. هنا البنات غادي نضيفوا المكون الرابع، المكون الاساسي اللي هو الكركم. شوف معايا البنات المكون الاساسي اللي هو الكركم او الخرقوم البلدي. ضروري البنات انه يكون الكركم من نوعيه جيده، وتكونوا البنات انكم واخدينو راسكم وطحنينو على يديكم وعارفين انه جيد. البنات خديتو البنات هكا بالعبر، خاصكم تعرفوا بانه ما يكون يعني يكون جيد، وضروري ما تغبلو البنات باش تحيدوا منو ديك الغبره اللي كتكون في هذا في الكركم. المهم البنات غادي نضيفو هنايا، غادي نقرب لكم عفوا الكركم، تشوفوا اللون ديالو، اللون تاعو اصفر اللي هو غامق. كما كتعرفوا البنات هنا الكركم هو غني غني البنات بزاف 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 البنات، كيساعد فروه الراس انه كي ما كتبقاش عندكم ديك القشره الشعر ديالكم وديك الحكه اللي كتسببها لنا القشره. وكذلك البنات كيساعد النساء اللي عندهم الشعر خفيف انه تيقوي زغبه الشعر وتيطول البنات الشعر يعني، وما كيخليش الشعر يطيح لينا بزاف. هنا البنات غادي نستعمل 2 معالق صغار ديال الكركم، وغادي نخلط البنات هنا جيدا. ضروري البنات هنايا في هذه اللحظه هذه انكم تخلطوا مزيان باش ما يبقاش ليكم دوك الحبيبات ديال الكركم، يعني تخلطوا البنات مزيان. هنا البنات بالنسبه للنساء اللي كيما قلت لكم اللي كيعانيو من القشره، هذه الوصفه الطبيعيه اللي عطيتكم ديال الصباغر غادي تعطيكم الفوائد بزاف. اولا انكم غيعطيكم واحد اللون الاشقر اللي هو زوين بزاف للشعر ديالكم، وغادي تعجبكم البنات من النتيجه الاولى وغتجربوه وغتصدقوني. كذلك البنات انكم غادي تبقاش تعانيو بالقشره الشعر ديالكم، وكتطول الزغبه او الشعر ديالكم، وما كيبقاش ديك داك الشعر تيطيح ليكم، يعني كيساعد انكم تحبس داك التساقط ديال الشعر ديالكم. كيما شفتي البنات غنطرب مزيان هاد الكركم مع هاد المكونات اللي عندنا باش نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون متجانس ويكون خليط كريمي. كيما شفتوا معايا هنا البنات غادي نضيف قطرات من الزيت. بالنسبه لنوعيه الزيت استعملوا اي زيت البنات متوفر عندكم. انا غنستعمل زيت الكوك اللي كنستعمل الشعر ديالي. تقدروا البنات تستعملوا زيت البلديه او هذا اي زيت الخروع، اي زيت كتستعملوا الشعر ديالكم تستعملوا بيدي. الا استعملتوا البنات الزيت البلديه استعملوا داك الزيت هذا البلديه اللي بدون الملح، يعني ما تكونش فيها الملحه او اي زيت كتدهنوا به الشعر ديالكم. كما استعملوا انا استعملت 2 معالق صغار ديال زيت الكوك. كذلك واحد المعلومه اخرى البنات، بالنسبه اللي عندهم زيت البابونج، ما كاين البنات ما احسن من احسن ما احسن من زيت البابونج، راه كيعطيه هو الكركم. غير تستعملوا البنات الكركم مع زيت البابونج بوحدهم كيعطيو بلا ما ديروا بيضه، بلا ما ديروا دانون، بلا ما ديروا حتى شي حاجه البنات، غير هاد 2 مكونات هو كيعطي واحد النتيجه فعاله خطيره للشعر وكتبان. يعني هذا البابونج عنده واحد دور كبير بزاف مع الكركم البنات باش يعطيكم داك الصباغه حتى هي لون اشقر اللي هو رائع. النساء اللي ما عندهم زيت البابونج يقدروا يمشيو عند العطار ياخذوا البنات هكا البابونج وطبخوه مزيان البنات فوق البوطه وتصفيه وداك الماء ديالو وتخلطوه مع الكركم وديروه للشعر ديالكم. كما شفتوا معايا البنات غادي ضفت واحد 2 معالق اخرين صغار ديال الكركم وحصلنا على الخليط هكا. ولكن ضروري البنات هكا كيبان لي باقي الحبيبات ديال الكركم باينين، تنحاول البنات انني نطربهم مزيان حتى ما يبقاوش يبانوا ليا. معايا البنات حصلنا على واحد الخليط اللي هو كريمي البنات وجيد للشعر. هنا البنات طريقه الاستعمال هاد الصباغه الطبيعيه كما شفتوا معايا، هنا ضروري البنات هكا الشعر ديالكم يكون منقي، يعني يكون مغسول البنات، ما تجيش تستعملوه نتوما الشعر ديالكم موسخ وتستعملوه ما غتبانش النتيجه. يعني من الاول خاصه ضروري تكون عندكم الصباغه نقيه وفروه الراس نقيه. هنا كما شفتوا معايا البنات ها نتوما الخليط كيف داير، يعني خليط كريمي. وكنحاول البنات نطرب من كيبان لي دوك الحبيبات باقيين ديال الكركم تنحاول نطربوه. حاجه اخرى البنات، يعني الا خديتو الكركم ما طحنتوش على يديكم ولا خديتوه بالعبار، تحاولوا انكم البنات تغربلوه مزيان باش ما يكونش في دوك الحجيرات او دوك الاطراب داك التراب ولا شي. المهم داك دوك هكا كيكون هكا معري على داير الشمس داكشي تيكون فيهم حتى الوبره، يعني حاولوا انكم تغربلو داك الكركم عاد باش تستعملوه باش ما تحصلوش على
الوصفة يكون فيها دوك كيبان وداك الشيء كحل فسميتو في الوصفة. كما شفتوا معايا البنات راح حصلوا على هذه الوصفة اللي هي خلت كريمي. وسمحوا لي الازعاج ديال الصوت، هذا الاصلاحات اللي عندي في المنزل كتسمعوا لي في هذا الفيديو. المهم البنات هنا من بعد ما كنكملوا نخلطوا مزيان تناخذوا الشعر ديالنا البنات، نفرقوا الشعر الزغبه ديال الشعر ديالنا وتناخذوا كما شفتوا معايا. ها انتم باش كتعرفوا الكركم جيد لو الاصفر تعطي واحد النتيجه اللي هي بسرعه كتبان. يعني البنات غادي تاخذوا الشعر ديالكم تفرقوه وتاخذوا البنات خلصه بخلصه وغادي تدهنوا الزغبه ديالكم، يعني تبقى تجبدوا البنات داك الكركم. هذه الوصفه هذه على خلصه بخلصه والجوانب البنات ديال الشعر ديالكم وفروات الراس من زغبه بزغبه البنات جيدا البنات انكم تعمروا بحال اللي كديروا الصباغه الكيماويه بحال داك الشكل. غتستعملوا هاد الصباغه الطبيعيه للراس ديالكم المده البنات غتخليوه من 3 من 3 ساعات الى 5 ساعات البنات على الراس ديالكم. يعني البنات كيما بقات الشعر ديالكم 3 سوايع الى 5 كتعطي نتيجه اكثر. يعني البنات خاصكم الشعر ديالكم يكون نقي مغسول البنات عاد تستعملوا هاد الوصفه باش تبان النتيجه ديالها، حيت هاد الوصفه كما شفتوا راه طبيعيه. ها نتوما تشوفوا راه غير تيبقى داك النتيج غير تيبان ديال صغير غادي يعطيكم نتيج زوين وداك اللون اللي زوين للشعر ديالكم. صافي البنات من بعد ما تخليوها 5 سوايع 3 سوايع غتدخلوا تغسلوا شعركم عادي البنات بالماء. اللي ما بغاش دير شامبوان تستغسل غير الشعر، علاش كنقول لكم نقي؟ يعني من بعد ما غتغسلوه غسلوه غير بالماء وغطليه ولا دوز هكا يومين وغسلوا بشامبوان عادي الشعر ديالكم، حيت شي درتوها بنات والشعر ديالكم موسخ راه غادي ما غاديش تعطي نتيجه زوينه. كنتمنى لا فيديو اليوم تنيل الاعجاب ديالكم، الا عجبكم بنات هاد لا فيديو ما تنساوش اللايك ديالكم وتبارطاجيوه ليا مع العائله والاصدقاء وتفعيل الجرس البنات لاول مره كنتو كتزوروا قناتي. تنقول لكم مرحبا بكم، ضغطوا على الزر الاحمر تفعيل الجرس البنات ليصلكم كل جديد، وكذلك لكتو اول مره كتزوروا قناتي فديروا البنات تضغطوا على الزر الاحمر اللي اسفل الفيديو اشتراك او سبسكرايب وتفعيل الجرس لكل جديد ان شاء الله. وكذلك مرحبا بالناس اللي انضموا عندي القناه جداد، تنقول لكم مرحبا بكم في قناه يوميات ايمان ام رجاج. نتمنى الوصفات ديالي تنيل الاعجاب ديالكم وتنقول لكم البنات مع السلامه ان شاء الله. فيديو جديد وصفه جديده ودائما مع الحاجه الطبيعيه ودائما مع الجديد، واي حاجه جربتها كنبغي نفيدكم بها ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا. مع السلامه بنات.